يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كنت في حملة حج، وكان في الحملة نساء وأطفال، فنفرنا من مزدلفة الساعة الثانية بعد منتصف الليل، وذهبنا إلى الحرم مباشرة، فطفنا طواف الإفاضة الساعة الثانية والنصف قبل الفجر، ثم حلقت بعد ذلك ورميت جمرة العقبة بعد العصر، فالحج صحيح؟ إن شاء الله إن شاء الله، لأنكم خرجتم من مزدلفة بعد منتصف الليل وطفتم للإفاضة بعد منتصف الليل. نعم.